من كتاب تأويل السلف لصفات الله تعالى، تأليف الأستاذ الدكتور محمد ربيع بوهري، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعاملها السابق جامعة الأزهر. نفعنا الله بعلومه في الدارين وجزاه الله عنا خير. صفحة 74. الفوقية. الفوقية إذا نسبت إلى الله يعني بغير جهة، فوقية رتبة وليس فوقية مكان. فوقية مكانة ورتبة وليست فوقية جهة ومكان. فناخد بالنا من الحكاية، لأن هناك من ادعى أن الفوقية للجهة، وهذا لا يليق. الله كان قبل الجهة سبحانه. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم ويرسل عليكم حفظا. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. قال الإمام الطبري في تفسير الآية الأولى بقوله وهو القاهر فوق عباده، يعني بقوله القاهر المذلل المستعبد خلق العالي عليهم، وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياه. ومن صفة كل قاهر شيئا ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذن الله الغالب عباده، المذللهم العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه وهو الحكيم. يبقى القاهر فوق عباده يعني القاهر لهم والمحيط بهم والقادر عليهم. وهو الحكيم، يقول الله الحكيم في علوه على عباده وقهره إياهم بقدرته وبسائر تدبيره الخبير بمصالح الأشياء ومضارها، الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور وبواديها، ولا يقع في تدبيره خلل ولا يدخل في حكمه دخل. هذا من كتاب جامع البيان الجزء السابع صفحة 161. وقد سبق الطبري أبو زكريا الفراء المتوفى سنة 700 من الهجرة، حيث قال في هذه الآية: كل شيء قهر شيئا فهو مستعل عليه. هذا من معاني القرآن، فمن باب الاستعلاء. ويقول ابن جرير في تفسير الآية الثانية، يقول تعالى: ذكره وهو القاهر والله الغالب خلقه العالي عليهم بقدرته، لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم، المذل المغلوب عليه لذلته. ويقول في تفسير قول فرعون: وأنا فوقهم وإنا فوقهم قاهرون وإنا عالون عليهم بالقهر، أي بقهر الملك والسلطان. وقد بينا أن كل شيء عال بقهر وغلب على شيء، فإن العرب تقول هو فوقه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية صفحة 64. فالفوقية فوقية قهر ومكانة ومنزلة، وليست فوقية مكان وجهة. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. يقول الطبري في بيان معنى اسمه العلي سبحانه العلي الفعيل من قولك على يعلو علوا إذا ارتفع، فهو عال وعلي، والعلي ذو العلو ارتفاع على خلقه وقدرته. ويذكر الطبري مثل هذا التفسير للفظ العلي في تفسير آية سورة الشورى، وهي قول تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. فيقول هو ذو علو وارتفاع على كل شيء والأشياء كلها دونه، لأنهم في سلطانه جارية عليهم قدرته ماضية فيه مشيئته. فهو علو القدرة وقهر وسلطان. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال الإمام القرطبي، قال ابن عباس: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه؟ ونذكر هنا ما قاله القاضي عياض رحمه الله ونقله الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم بمناسبة هذه الآية، قال: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ومضارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحو، ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. والله تعالى أعلى وأعلى. ونقف على الاستواء الجمعة القادمة.